نرجع تاني لأرض الملعب وصالة الأمير عبد الله الفيصل، وتنضم لنا زميلتنا روزان نصر عشان تطلعنا بقى على آخر الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل ضربة البداية طبعا، والمباراة المرتقبة أمام ناصرية شباب بجاية الجزائري، واللي خلاص يعني لم يتبقى عليها إلا دقائق قليلة، يعني أقل من 10 دقائق بتفصلنا. تفضلي يا روزان. من جديد مريم برحب بيكي وبرحب بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل، متواجده معاكم لنقل طبعا اجواء ما قبل مباراه الاهلي امام شباب بجايا الجزائري في بطوله الانديه الافريقيه للكره الطائره سيدات في نسختها طبعا ال37. في استعداد قوي جدا من طبعا فريق النادي الاهلي، يعني كابتن ابراهيم فخر الدين مدير الفني للفريق كان اكيد يعني حرص على بعض التعليمات مع الفريق بالكامل، وقال لهم يعني بيتم التركيز بشكل قوي جدا امام اي خصم ايا كان الخصم اللي قدامنا هو مين، لازم نركز في هذه البطوله ولازم نحصد كمان لقب هذه البطوله. عمليات الاحمايه مريم يمكن بدات منذ قليل من خلفي، يعني خليني اقول ان الفريق طبعا في حالة تركيز قوية وكبيرة جدا جدا، مفيش غيابات الحمد لله في الفريق غير مثلا شروق فؤاد اللي عندها يعني كمان عملية في إصبعها، وسما كمان اللي عندها إصابة في ظهرها، يعني خلينا أقول إن الفريق مستعد بشكل قوي جدا وكبير أمام الفريق الجزائري النهاردة. وخلينا طبعا كالعادة كمان نشيد من نادي الأهلي تنظيمه هذه البطولة، وإن شاء الله يقدروا يحققوا لقب هذه البطولة إن شاء الله يا مريم في اول مباريات النهارده المجموعه الاولى امام شباب بجايا الجزائري، ودي طبعا الاجواء اللي ما قبل المباراه. يعني عوده ليكي مره ثانيه. بشكرك جدا طبعا يا روزان، وبنتمنى التوفيق اكيد لفتيات الذهب النهارده في مهمتهم.